عندنا فضول عايزين نعرف الشغل هيبقى عامل ازاي. اكيد الجمهور الاهلي عايز يقرب اكتر من دكتور احمد عبد العزيز او الكابتن سيد، فعلشان كده هنروح نشوف تقرير مع الكابتن سيد ومع الدكتور احمد عبد العزيز في اول اجتماع رسمي مع الكابتن محمود الخطيب، ونرجع نكمل مع حضرتك. يلا بينا. الهيئة دي الهدف منها يعني العلاج والمشورة الطبية سواء وقائية أو علاجية للاعبين، يعني وده يعني نادي معروف جدا بحرصه على جماهيره وحرصه على أولاده، عايز يطمن الجماهير بأن في هيئة اختيرت للرعاية الطبية وأن ولاده بيحافظ عليهم. الهيئة دي كل بتخصصات معانا، الدكتور استاذ دكتور خالد شهيب في اصابات الكتف، الاستاذ دكتور ياسر المليجي في اصابات العمود الفقري، الاستاذ دكتور احمد خليف في اصابات القدم والكاحل، وهينضاف للهيئة بناء على اقتراح الدكتور خالد محمود استاذ في القلب متخصص في الرياضيين، يعني تجنبا ان شاء الله للمآسي اللي ممكن تحصل من حاجات القلب اللي مش معروفة اللي ممكن تظهر فجأة بصورة يعني مفجعة، فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي في الاتجاه الوقائي. هو أهم حاجة أولا أسباب الإصابات والوقاية منها وعدم تكرار، يعني فرصة يعني نشوف أحسن فرصة لعدم تكرار الإصابات اللعيب. يعني طبعا كان الناس تحت ضغط عالي قوي من الماتشات المتعاقبة، فطبعا ده بيعمل إرهاق وبيعمل، فالمسألة يعني كلها درست وفي خطة واضحة اتحطت لتلافي الإصابات بإذن الله، يعني وكل مجموعة اللي كانت قاعدة كانت يعني متجانسة في رأيها واتجاهها واحد اللي هو مصلحة اللاعب. موضوع التحدث مع الإعلام نفسه عن إصابة لاعب، اللاعب يبقى لسه واقع دلوقتي ربنا يسلم الجميع، وبعد كده تطلع تصريحات بمدد متضاربة وتشخيصات متضاربة، يعني ده ما ينفعش. العيان المصاب لو حصل له حاجة يعني ممكن أقصى حاجة تتقال في إصابة وهيتعمل لها تقييم، وبعد التقييم هيتقال الوضع إيه سواء التشخيص بتاعه ومدة علاجه، لكن ما تبقاش المسألة يعني كل واحد حضر الواقعة يحكي عن الواقعة.